سيد سليم. راقب هاتفك المربوط بهاتف الخارجي يا كابتن. حسنا. آدم. ألو وابل؟ الو الو الو، هل انت نجلاء زوجة الكابتن خالد؟ من يتكلم؟ من الذي يتكلم؟ لقد سألتك يا مدام، هل انت زوجة كابتن خالد؟ نعم انا هي. انت مغفلة يا مدام. نعم مغفلة. تقبعينه هنا لوحدك، لكن زوجك ليس وحده، إنه في المكتب مع... آسف لا أستطيع أن أقول مع من. تفضلي اسمعي اسمعي جيدا. بل عليه توقيع المدير العام فقط لا غير. حقا لا أصدق. وإذا رأيت بعينيك صورة عن المشروع. عندها يا عزيزتي سأرفع لك قبعتي اعترافا بدهائك. لا لا لا، بل ستتقدم أنت لخطبتي. Gracias, Selim.
سمعت كل شيء؟ نعم سمعت. هل سمعت ما حصل في الداخل؟ سمعت. خالد، يا عيون خالد، أنا لا أريد الجميع، وأنا لا أصدق ما أسمع. لدي أسبابي وأنت لا تعرفها. ما هي تلك الأسباب؟ هل ممكن أن تشرحيها إذا أردت؟ منذ أن تزوجنا ولغاية اليوم وأنا لا أحس بالاستقرار. سفرك الدائم، غيابك المتكرر، وحدتي أكثر الأيام، هذا وضع لا أطيقه. يبدو أن جارديني قد استيقظت. نجلاء، ما بك؟ نجلاء، ما بها؟ you
نجلاء، ماذا جرى؟ خطأ كبير. ما هو؟ كنت عند خالد والذي حدث. بل عليه توقيع المدير العام فقط لا غير. حقا لا أصدق. وإذا رأيت بعينيك صورة عن المشروع؟ عندها يا عزيزتي سأرفع لك قبعتي اعترافا بدهائك. لا لا لا، بل ستتقدم أنت لخطبتي. حسنا سأفعل وسأخبر إحسان لكي يستعد. لا أقصد إحسان يا سيد وابي، بل أنت من سيخطبني لنفسه. ولكن هكذا إذن سألني المخابرة. انتظري، أخبري عائلتك بأنني سأزوركم مساء اليوم. وبرفقتك أختك كوثر. موافق. وسوف تتقدم لي وتحدد يوم الخطبة ويوم كتب الكتاب. بهذه السرعة؟ هذا آخر كلام عندي يا سيد وابي، ولن تستلم صورة عن المشروع الذي بين يدي قبل تنفيذ طلباتي. طلباتك أوامر يا نوال. علي أن أنهي المخابرة. انتظري انتظري لحظة. ها أنا أنتظر. في نهاية دوامك سآتي لأخذك من مكان عملك، يعني لكي نتغدى معا. لا، لقاؤنا مساء. أين؟ في بيت أهلي، أنت وأختك كوثر. لا تنسى. سلام. ها أنت سمعت يا أستاذ قاسم، وهذه صورة عن المشروع الوهمي. ما الذي دعاك أن تخطط لهذا الأمر؟ قبل وفاة عمي بدقائق كان وابل يحادثه عن أسرار عملنا. هذا الأذى يا أستاذ قاسم هو سبب الجلطة القلبية التي داهمت عمي وقتلته. أنا أؤمن بأن الأعمار بيد الله وهذه مشيئة الله عز وجل، ولكن الموقف الذي شرحته لك عجل بموته. تعددت الأسباب والموت واحد. نعم هذا صحيح، تعددت الأسباب والموت واحد. أنا لدي اليقين الكامل بهذا القول يا أستاذ قاسم، لكن ما فعله وابل كان مثل رصاصة قتلت عمي. هل لدى نجلاء والسيدة فائقة أية فكرة عما حدث؟ لا. إذن لماذا لم تطلعهما على مجريات الأمور؟ أطلعهما؟ أستاذ قاسم، السيدة فائقة لن تصدقني ما دامت تحس بأنني قد استوليت على ثروة العائلة. بالمناسبة، ألم تستدعيك بعد وفاة عمي بساعتين؟ وكيف عرفت؟ ألست أنت الذي أعطيتها الوكالة التي تعطيني النيابة عن عمي بكل أعماله؟ من الذي أخبرك؟ تغير موعد دفن المرحوم، ويوم التشييع قبل وابل السيدة فائقة وبخ ما لديه من سم، وقال بأنني سطوت على ثروتهم. منذ وفاة عمي رحمة الله عليه والسيدة فائقة تعاركني، وقد ابتلعت كل تصرفاتها لأصل لهذه الوثيقة. بين يديك يا أستاذ قاسم تلك القرينة. أرجو منك عند عرض الوصية أمام ورثة المرحوم أن تعرضها عليهم جميعا. لقد جنيت على نفسك وعلينا أنا وأخيك. لا أدري ما أصابني، إني متعبة مرهقة، لا أريد أحدا أن يكلمني. سأطلب الطلاق من خالد. الطلاق؟ ما دمت لا تريدينه، لماذا ذهبت إلى بيته إذن؟
ذهبت لأحضر ابنتي جاردينيا. وابنته أيضا. نور أرجوك لا تتدخل في شؤوني، أرجوك. نور يا بني أرجوك لا تزيد همي. إنها مجنونة يا أمي، مجنونة. لا، أعصابها منهارة. فلتوضع في مصحن إذن. إنها ستقضي على مستقبلي وعلى أعمال أبي وأمواله. خالد الوحيد الذي يحمينا، وهي بذلك تهدم كل ما بناه أبي. المأساة قد جعلت منك رجلا عاقلا يا ولدي، وجعلت من أختي امرأة سخيفة. نور يا بني عليك أن تذهب إلى خالد، فهو يحبك، وأن توصل له اعتذاري على ما اقترفته. لا لا يا أمي، أنا لا أقدر على مواجهته، هي من يجب أن يعتذر له، لقد سببت الإساءة والأذى له. خالد لن يسامحها أبدا. أنا أدرك هذا الأمر تماما، ويجب أن يتصرف واحد منا، ولكن أنت تعرف يا نور أنا في فترة الحداد ولا أستطيع. غدا أو بعد غد سنعرض هذا الشريط وهذا المشروع، ثم نفتح الوصية وبحضورك. أرجوك أستاذ قاسم، أنا لن أكون موجودا. لابد من حضورك. لن أحضر، ومفاتيح مكتب عمي مع نجلاء، ولكي يرتاحوا أنا أعفي نفسي مما أوكلني به عمي، ولا أريد أي تعويض. ولكن يا كابتن أرجوك لو سمحت، ثم هناك أمر آخر. ما هو؟ أريدك أن تكون وكيلي رسميا لتقوم بإجراءات الطلاق بيني وبين نجلاء. ووعدك لعمك ورعاية نور والمحافظة على ما تركه بين يديك. نور سأرعاه، ولكن من خارج القوس وليس من داخله. أستاذ قاسم، كل ما أريده منك هو إجراءات الطلاق بيني وبين نجلاء. يا كابتن، يا أستاذ خالد، أنت تعلم جيدا أن ابنتك طفلة صغيرة ولأمها حق الحضانة. أنت لست غريبا يا أستاذ قاسم، أم ابنتي لا تعرف معنى الأمومة. أتدري من يربي ابنتي؟ الخادمة ماريا، وهذا الأسلوب لا يناسبني. لك ما تريد، سأنقل لهم وجهة نظرك. هذه ليست وجهة نظر يا أستاذ قاسم، هذا قرار، ولن أتراجع عن هذا القرار. عن إذنك. في رعاية الله. نور، أحضر سيارة إسعاف لأختك بسرعة. ما الذي جرى؟
أعتقد أنها تناولت كمية من الأدوية مفرطة كانت فوق رأسها. لو سمحت. لقد فشلت قصة حب يا أمي، فشلت. أنت التي لم تفشل قصة حبها لأبي رغم كل الصعوبات. يا كم هو رحب قلبك أيتها المضيئة، أنت وجيلك من النساء صاحبات القلوب النابضة، النابضة بالصدق والحنان والوفاء والإخلاص. أما قلوب بعض نساء هذه الأيام فهي قلوب مستهترة. يا كم هو هذا عصر مرعب، فاشل، مترف. إجلاء الانتحار وهي الآن بالمستشفى. أنا وأمي نعتذر عما بدر منا من إساءات. لا تعتذر يا نور، أنت لم تسئ لي. كنت جالسا هنا. تفضل اجلس هنا يا نور. ما بك يا نور؟ لا تتركني لوحدي يا كابتن، لا سند لي سواك. اهدأ يا نور، اهدأ. أنت أخي الكبير ومعلمي، ولا ثقة لي بأحد غيرك. نور، لا تحملني ما لا طاقة لي عليه. عدني ألا تتركني. سنتحدث فيما بعد، ولكن لا عليك. أعدك يا نور، أعدك. أين جاردينيا؟ في غرفتها نائمة. لي رغبة قوية برؤيتها. اسمع يا نور، بعد أن تصحو جاردينيا سنذهب نحن الثلاثة في جولة. حسنا. أنا أعرف بأن الجاهة تخص الرجال، ما علاقتي أنا؟ عزيزتي كوثر، أنا من سيخطب نوال. كيف؟ ليس هناك كيف، لي مصلحة في هذا الأمر فقط. أي مصلحة تجعلك تخطب هذه الفتاة؟ لابد وأنك فقدت عقلك. لا يا عزيزتي، فعقلي ما زال في مكانه. وابل، أجبني بصراحة، هل الوثيقة التي بحوزة نوال تجعلك تتصرف بهذا الحماق؟ أجل، فهذه الوثيقة مهمة جدا،
لأنها ستشفي غليلي من خالد. قال لي أنا نجلاء فضلته عنك واخترته زوجا لها. ليس هذا السبب، ولكن هناك موضوع آخر أريد أن أرجعه كما كان أو حتى أقل مما كان. أريد أن أنتقم منه وأشفي غليلي كاملا من هذا. خالد خالد خالد، ألم تتخلص من عقدته؟ إلى متى ستظل حاقدا عليه؟ سأظل حاقدا عليه حتى أنتهي أنا أو هو. مساء الخير استاذ قاسم. اهلا وسهلا. كيف حالك؟ وسهلا. مرحبا سيدي. مرحبا بك. اهلا وسهلا، تفضل اجلس يا مختار. يا استاذ قاسم، ما رايك بالاقتراح الذي اقترحته عليك عبر هذا الهاتف؟ انه اقتراح جميل، وسيكون له رؤيه مستقبليه لصالح السيد نور. فعلا هذا هو المقصود يا استاذ قاسم، إن المنحة التي ستعطى للعمال الذين يعملون في مصالح عمي رحمة الله عليه بمناسبة 40 يوما على وفاته ستكون حافزا لعطائهم، وهذا كله لصالح نور والعائلة. لابد أنك مطلع على أحوال العمال بشكل جيد وبدقة متناهية. بالضبط يا أستاذ قاسم، لا تنسى بأنني عملت فترة لا بأس بها في مصانع عمي رحمة الله عليه، وقد اكتشفت أثناء عملي أن معظم العاملين أحوالهم المادية صعبة نوعا ما، فقررت أن أفتح مستوصفات وأماكن للاستراحة والرياضة، واتصلت ببعض الأطباء ليقوموا بمعالجة المرضى من عائلات العمال. فكرة جيدة، ولكن يا ترى السيدة فائقة هل توافق على هذا؟ أمي ستوافق، أنا متأكد من ذلك. ونجلة، هل هي أيضا ستوافق؟ بإمكانك أن تهاتف أمي وتنقل لها الاقتراح. وهو كذلك. ألو، أهلا أستاذ قاسم، هما عندك في المكتب؟ جيد، وما هو الاقتراح؟ الاقتراح مقدم من الكابتن خالد، وهو سيكون مكلفا بعض الشيء ولكنه لصالح العائلة وكرصيد طيب للسيد نور. حسنا يا أستاذ قاسم، صيغ القرار وأرسله مع نور ليوقع عليه. وهل تظنين نجلة ستوافق؟ لأن مثل هذا الاقتراح يتطلب موافقة جميع العائلة. ألم يخبرك نور ما أقدمت عليه نجلة؟ لقد حاولت الانتحار وستقضي الليلة في المستشفى. نجلة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل الأحوال خالد وكيل المرحوم، توقيعك مع توقيعي يعطي القرار صفة التنفيذ. أستاذ قاسم، هل بالإمكان أن أتحدث مع خالد؟ حسنا حسنا، السيدة فائقة تريد أن تتحدث معك. مساء الخير يا سيدة فائقة. خالد، من أجل عيني جاردينيا ولرحمة عبد الوهاب، أرجوك أن تغفر لنجلاء ما أقدمت عليه من إساءة. أنا أعرف مدى الأذى الذي ألحقته بك. خالد، أرجوك سامحها. الغفران لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. أنا بشر يا ست فائقة من لحم ودم. أعتبريني سامحتها، وأتمنى لها الشفاء. خالد، أنا أعذرك وأتفهم قصدك. أرجوك قدر وضعي، فأنا أم
وأكاد أن أفقد ابنتي، وخوفي أكبر من أن أفقد ابني أيضا. لا قدر الله، نور سيكون تحت رعايتي ورعاية الأستاذ قاسم، وللحديث بقية بعد فتح الوصية. ستكون حاضرا يا خالد؟ إن شاء الله يا ست فائقة. شكرا، شكرا يا خالد، مع السلامة. جهودك مشكورة واسمح لنا. في رعاية الله. إلى اللقاء. إلى اللقاء. إلى اللقاء. أيتها الليالي الحبلى، آه أيتها الورود الألوان، آه أيتها النسائم الأغنيات. يندهني الحنين كلما انساح الليل على قلبي، يعصرني في كأس من الشاي ويذهب في حزن اشتعالا مع شموع هادئة. آه أيتها الرياحين والبساتين الذكريات. الكتابة ملاذ والحب ملاذ، أما الانتظار فهو منشار يقطع الأرواح والوقت. مع كن سوسنتي صوتي أم. هل الكتابة تعتقني من انتظار لا أعرفه؟ فإن بكت كثيرا ربما تغني. شجرة الجردينيا تحرسني، تصبح تعويذتي وتصبح ما أشاء من انتظار. نعم، وهكذا يا نادية تحرسني كلماتي وتحرسني أمي ويحرسني هذا المساء. ربما غياب جاردينيا يعيدني للقصيدة كما هو الغياب، ربما. نور، السيد سليم رجل موثوق به ومن خيرة الرجال ويعتمد عليه جيدا. شكرا يا كابتن. العفو يا سيد سليم. والآن لنبدأ عملية الاستلام والتسليم، وخاصة أن الأستاذ قاسم موجود بيننا. ولكن يا كابتن. من فضلك يا نور، دعني أنهي حديثي. أرجوك يا كابتن أن تؤجل الموضوع لبعد فتح الوصية. ليتني أستطيع يا نور، ولكن هذه الأمور لابد من القيام بها الآن. ووعدك لأبي؟ سأبقى محافظا عليه يا نور، لا عليك، ولكن من خارج التركيبة الوظيفية. أنا لن أتركك، سأبقى إلى جانبك ما استطعت. أستاذ قاسم، أعتقد بأن ورقة عمي موجودة معك.
نعم هذا صحيح. إذا سمحت، قانونيا كيف سأعفي نفسي منها؟ بالتنازل عنها خطيا. بالتنازل عنها خطيا، وأنا مستعد. سأكتب الصيغة والتنازل، وبسم الله الرحمن الرحيم كوثر. ابحثي لي عن فتون وذهبا انتما الاثنتين الى منزل عبد الوهاب بك. يا ذكية، اليوم هو يوم الاربعين لعبد الوهاب بك. اجل، اذهبي بسيارتك. لا اعرف ماذا ياخذون في هذه المناسبة، تصرفي. حسنا، الى اللقاء. اليوم أربعين المرحوم، دعنا ندخل، نريد أن نقوم بواجبنا. لا يريدون استقبال أحد يا سيدتي. هذا شيء غير لائق أبدا. عفوا، إنها التعليمات إذا سمحت. ما الذي فعله هذا الجنينات الغبي؟ إنه يعرفني ويعرف وابل. الحق هذه المرة على وابل بيك، كان لا يجب أن يضعك بهذا الموقف المهين أبدا. وابل يكاد يفقدني عقلي، إنه يتصرف دون تفكير. سامحه الله، ما كان يجب أن يضعك بهذا الموقف وأنت أخته المعروفة بكل الأوساط الاجتماعية بشخصيتك المميزة. تصوري، منذ يومين أخذني لبيت تلك اللعينة نوال. لا أصدق. قال يريد خطبتها. لإحسان؟ ومن هو إحسان لتذهب أنت ووابل بيك لخطبتها له؟ هل أنت أمه؟ المؤسف أنه يريد خطبتها لنفسه. لا أستغرب الأمر،
فلقد رأيته معجبا بها. لا يمكن أن تكون هذه النوعية زوجة لأخي، ولا نوافقه بعد اليوم على كل ما يمليه علي. كوثر خانم، أنا لا ألومك على أي موقف تتخذينه. باعتباري صديق العائلة وطبيبها منذ زمن طويل، سأسمي الأشياء بأسمائها. مدام نجلاء، ما فعلته من تصرف غير عاقل لا يعني بأنك مهزوزة من الداخل، وإنما يشير لأمور أخرى. تقصد بأنني مجنونة؟ بل على العكس تماماً، كنت في منتهى الوعي. مدام نجلاء، كمية الحبوب التي تناولتيها لا تميت، وأنت تعرفين هذا. تناولتها فقط لكي تروعي من حولك، وتحاولين لي أذرعتهم. لكن يا دكتور، أرجوك لا تقاطعي. مدام نجلاء، أنا طبيب وأعرف مهنتي جيدا. كان بإمكاني أن أقنع الجميع من حولك بأنك منهارة، وأن أخذك لعيادتي أو لعيادة أحد الأصدقاء وأستفيد. لكن احترامي لأبيك والود الذي أحتفظ به لزوجك السيد خالد جعلني أضع النقاط على الحروف. لهذا جلبتك بنفسي معي في سيارتي، لكي أضع الوالدة والعائلة جميعا بالصورة كاملة. مدام نجلاء، أنت امرأة راشدة عاقلة، وعليك تقع مسؤولية كاملة في كل ما تتصرفين به. هذا ما أردت قوله. سأذهب العيادة. إلى اللقاء. دكتور، أرجوك استرح لتشرب القهوة. القهوة مفيدة للسيدة نجلاء، مفيدة لمعدتها. شكرا يا دكتور. مدام نجلاء، لن أتركك، سأتصل بك لأطمئن عليك. إلى اللقاء. شكرا. راقبيها جيدا. حسنا يا دكتور. إلى اللقاء. شكرا. في تدليلك أوصلنا إلى هذا. هيا يا نجلاء، هيا لتستريحي. اتركيني. هيا يا نجلاء، اتركيني. هيا ابنة، تعقل يا ابنتي. اتركيني نجلاء، تعقل يا ابنتي. اتركيني نجلاء. ماذا جرى؟ لقد توصلت إلى كل ما تريدين يا أمي. أنت الآن الوصية على أموال وأعمال أبي، فافرحي. والوكالة والتعويض الذي سندفعه لابن المنصور. اطمئني، لقد استغنى عن كل حقوقه، وأعطاك كل ما تريدين أنت وابنتك.